بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. متابعينا الكرام، السادة الحضور، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك ضمن هذا الأسبوع الدعوي حق الوطن، والذي تقيمه وزارة الأوقاف المصرية برعاية كريمة من معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها هنا في مدينة القاهرة. الإخوة الأحباب، الوطن هو الذي يحتوي جميع أبنائه، يحتوي جميع أبنائه ويحبه كل أبنائه، ومن لا يحب الوطن فليس من أبنائه. لذا كان لزاما علينا وكان واجبا علينا أن نؤكد دائما على حق الوطن، لأن للأوطان حقوق على أبنائها، فلا بد أنه كما شرعت الشريعة الإسلامية مقاصدا يجب على كل إنسان أن يحافظ عليها، كالحفاظ على النفس والمال والعرض والدين. أيضا الوطن لا بد أن نحافظ عليه. تخيلوا أن يكون هناك إنسان بلا وطن، بلا هوية، بلا جنسية، فهو إنسان ضائع ليس له مستقر في هذه الحياة الدنيا. لذا فإن الأوطان لها حقوق لا بد أن نعيها، ولا بد أن نعمل على الحفاظ عليها في كل وقت وفي كل حين وبكل ما أوتينا من قوة ومن معلومات. لابد أن نحفظ أوطاننا، حفظ الله بلدنا وحفظ مصرنا، اللهم آمين يا رب العالمين. أيها الإخوة الأحباب، واسمحوا لي أن أرحب بعالمين جليلين هما ضيفا هذا اللقاء، فضيلة الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، فأهلا ومرحبا به في هذا اللقاء المبارك. ومعنا أيضا فضيلة الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، فأهلا ومرحبا به في هذا اللقاء. واسمحوا لي أيها الإخوة الكرام أن أرحب بضيوفنا الأكارم من علماء وزارة الأوقاف، فضيلة الدكتور رمضان عفيفي مدير المراكز الثقافية بوزارة الأوقاف، وفضيلة الدكتور سعيد حامد مدير الدعوة بأوقاف القاهرة، وفضيلة الشيخ جمال إسماعيل حسن مدير إدارة أوقاف جنوب القاهرة، والشيخ مصطفى علي مبارك المفتش بإدارة جنوب القاهرة. ويضيف هذه الكوكبة هذان العالمان فضيلة الدكتور على الله شحات الجمال وفضيلة الدكتور محمد العدل إمام هذه الرحاب الطاهرة. أيها الإخوة الأحباب، دائما نبدأ ونستهل لقاءنا بالقرآن الكريم، نعيش في رحاب تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الصعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين
خالدين فيها بإذن
أصل وثابت وفرع في
تقويم ثم
فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هكذا أيها الإخوة الكرام عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ محمد حسن الصعيدي وكانت خير مستهل لهذه الندوة المباركة ضمن فعاليات هذا الأسبوع الدعوي الذي تقيمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في هذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها في مدينة القاهرة أيها الإخوة الأحباب حق الوطن لو تحدثنا عنه ساعات وساعات فلن يكفي كنا ونحن طلابا ندرس في مادة التاريخ وكان هناك سؤال يأتي يقول ماذا يحدث لو هذا سؤال يفتح الآفاق للتفكير ويجعل الطالب يتدبر ماذا يحدث لو لم يتم الحدث أو لو تم الحدث فتعالوا نتخيل ماذا يحدث لو لم تتصدى مصر لهجمات التتار والمغول والصليبيين كيف كان حال الإسلام الآن مصر التي وقفت في وجه كل تغريب ومصر التي حافظت على حضارتنا وهويتنا لذلك يجب علينا أن نفخر بأننا مصريين ويجب علينا أن نحافظ على هذا الوطن لأنه لو لم تكن مصر لكانت هناك أشياء ضائعة كثيرة وكثيرة لا يعلم مداها إلا الله حق الوطن نبدأ معا بهذه الكلمة الطيبة لفضيلة الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا وفخرنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وارض اللهم عن سيدتنا السيدة نفيسة وعن آل بيت النبي الكرام الطاهرين وانفعنا بهم وانفحنا بهم وصلنا بهم وصل خير ونفع وبركة وانفعنا بهم في الدارين آمين وبعد ففي البداية أتقدم بخالص الشكر والتقدير وعظيم الامتنان والعرفان إلى وزارة الأوقاف المصرية وكل العاملين بها وعلى رأسها السيد معالي الوزير على تنظيم مثل هذه الجلسات العلمية الرائعة الماتعة التي نلتف فيها حول مأدبة القرآن الكريم وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وحب آله المكرمين الطاهرين ثانياً من الشرف ومن السعادة أن أكون في صحبة شيخنا وحبيبنا وصديقنا وأخينا الأكبر فضيلة الشيخ خالد الجندي حفظه الله وأسأل الله أن يفتح به وعليه وأن نكون جميعاً في حضرة سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذه الجلسة خالصة لوجهه الكريم وأن ينفعنا بها في الدارين إنه ولي ذلك والقادر عليه من مقاصد الدين حفظ الأوطان الوطن يا عباد الله له قيمة عالية وعظيمة جدا لا يعرفها إلا الأوفياء وإلا الشرفاء ومن لا خير له في وطنه لا خير له في دينه
خدها قاعدة كده، أي حد ملوش خير في الوطن اللي عايش فيه وفي بلده ملوش خير في دينه، لأن حب الوطن والدفاع عنه والانتماء إليه من الدين. ومن علمنا ذلك هو سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرآن الكريم لعظم هذا الأمر في نفوس الناس سوى به وبين القتل، فقال: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. يعني الإنسان الحر الوفي الأبي المحب لوطنه يحب الموت في وطنه على الخروج منها. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا منها ما فعلوه إلا قليل منها إلا قليل منهم. إذن الوطن له قيمة عظيمة جدا جدا يعرفها كل إنسان وفي. لذلك سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كان يقول: لو قنع الناس بأرزاقهم مثل قناعتهم بأوطانهم ما اشتكى أحد من الرزق. لو قنع الناس بأرزاقهم، لو الإنسان اقتنع برزقه ورضي برزقه كما يقتنع بوطنه وببلده وكما يرضى ببلده ووطنه ما كانش حد اشتكى من الرزق، وقد كل الناس رضيت بما قسمها بما قسم الله سبحانه وتعالى لهم. الإسلام يا مشايخنا الأكارم جاء ليحافظ على مقاصد عامة، على أهداف كلية. جاء ليحافظ على الدين وعلى النفس وعلى المال وعلى العرض وعلى العقل. دي بنسميها المقاصد الكلية لشريعة الإسلام. هذه المقاصد لن تكون ولن يستطيع الإنسان أن يحافظ عليها إلا إذا كان هناك مقصد أعظم وهو الوطن. لازم يكون عندك بلد ويكون عندك وطن عشان تقدر تحافظ على دينك، تقدر تحافظ على عرضك، تقدر تحافظ على مالك، تقدر تحافظ على أهلك، على أولادك، على كل شيء. إنسان بلا وطن إنسان بلا قيمة، ولن يهنأ الإنسان ولن يستطيع أن يمارس عقائده الدينية. مش هتعرف تصلي لو وطنك محتل، مش هتعرف تقوم بالشعائر بتاعتك كما ينبغي. ولنا في الناس المشردة من بلادها خير مثال، مش عارفين حتى الشعائر الدينية الأساسية الأصلية مش عارفين يقوموا بيها، ومش عارفين يحافظوا على نفسهم ولا على أولادهم ولا على من هم، مشردين في شتى الدول. ده يدلك على قيمة الوطن وعلى وجوب الحفاظ على الوطن مهما كان. من أعظم النعم الله سبحانه وتعالى على الخلق بعد الإسلام هي نعمة الأوطان. أعظم نعمة بعد الانتساب إلى هذا الدين العظيم والانتساب إلى سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن جعل الله سبحانه وتعالى لك وطنا تأمن فيه على كل شيء. ثم ازداد كرم الله وعطاء الله علينا بأن زاد نعمه نعما أخرى علينا، بأن جعل وطننا مصر حفظها الله من كل مكروه وسوء. مصر التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قرآنه صراحة في أكثر من موضع، مصر التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بكل خير ووصى بها وبأهلها خيرا، مصر التي دعا لها الصحابة الكرام والتي دعا لها أهل البيت، مصر التي ساعدت وكان لها شرف السبق في نجدة الإسلام والمسلمين من أيام الصحابة الكرام. كلنا عارفين المجاعة التي ضربت المدينة المنورة وكل من حولها من بلاد المسلمين في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. لما ضربت المجاعة المدينة المنورة واشتكى الناس من القحط والجوع، كتب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى سيدنا عمرو بن العاص والي مصر يطلب منه النجدة، فكتب له كتابا فيه: من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى عبد الله عمرو بن العاص والي مصر، أما بعد، فإذا وصلك كتابي هذا فالغوث الغوث. جملة بسيطة: إذا وصلك كتابي هذا فالغوث الغوث. فلما قرأ سيدنا عمرو بن العاص رضي الله تعالى هذه الكلمة اجتمع بشرفاء ووجهاء مصر وعرض عليهم الأمر. فما كان من أهل مصر الكرام إلا أن جهزوا قافلة عظيمة من الطعام والشراب والثياب لنجدة إخوانهم بالمدينة المنورة. وبالتالي دعا لها سيدنا عمر ودعا لها الصحابة الكرام، فسرت فينا دعوة الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. لما شرد آل البيت الكرام في كثير من البلاد
لم يجدوا مأوى لهم إلا مصر، فآوتهم مصر. ولم تجد السيدة زينب رضي الله تعالى عنها بعد الله سبحانه وتعالى إلا مصر وأهلها، فجاءت إلى مصر واستقبلها أهل مصر بالترحاب والفرح والسرور. فدعت لنا السيدة زينب رضي الله تعالى عنها قائلة: يا أهل مصر، نصركم الله كما نصرتمونا، وأعانكم الله كما أعنتمونا، ورزقكم الله وجعل الله سبحانه وتعالى لكم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. بركة دعوة السيدة زينب لحد الآن تسري فينا. فمصر مهما مرت بالكرب والشدائد والمحن إلا إن ربنا سبحانه وتعالى بيكرمنا والحمد لله. من الذي صد دعوة التتار الهمجية التي قضت على البلاد الإسلامية ولم يبق لها إلا مصر؟ فجعل الله سبحانه وتعالى مصر في هذا الوقت حائط الصد الأول، واستطاعت مصر بفضل الله وبفضل أهلها الشرفاء أن يصدوا هذه الهجمة التتارية. وعلى فكرة مصر في الوقت ده كانت بتمر بأزمة اقتصادية واجتماعية صعبة جدا، أصعب بكتير وبمراحل كتيرة جدا من اللي احنا بنمر بها دلوقتي، ومع ذلك وقف المصريون كلهم صفا واحدا للدفاع عن دين الله سبحانه وتعالى. ومش كده وبس، ببركة المصريين تحول التتار من الكفر ودخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. وما زالت بلاد التتار الآن تنعم بدين الله وبالإسلام وبشرف الانتساب إلى سيدنا رسول الله. بسبب مين؟ بسبب نحن، بسبب مصر وأهلها. من الذي صد هجمة الصليبيين عن العالم الإسلامي؟ مصر. وفي الوقت ذاته كانت تمر أيضا بأزمة اقتصادية واجتماعية طاحنة. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى بارك هذا البلد وبارك في أهلها، فما ينفعش أي حد يشككنا في هذه البلد مهما كان. بعض الناس الآن بيلعبوا في أدمغة الناس وبيحاولوا أن هم يفصلوا بينهم وبين الانتماء إلى أوطانهم وإلى بلادهم. فنشأت في عصرنا الحالي أفكار خبيثة جدا للطعن في ثوابت هذا البلد الأمين، ومحاولة فصل الناس عن دولتهم وعن وطنهم. فبدأ من هذه الأفكار الخبيثة فكرة إنك أنت مش هتكون متدين إلا إذا كنت ضد الدولة، وأن الإنسان المتدين لازم يكون ضد الدولة، لأن الإنسان اللي مع الدولة أو مع بلده أو مع وطنه ده إنسان منافق. من الذي قال ذلك؟ ده سيدنا النبي هو أول واحد وصانا بالدفاع عن البلاد والعباد. سيدنا النبي هو اللي علمنا ازاي نحب اوطاننا. ده سيدنا النبي لما تعرض لإيذاء وضرر شديد من اهل مكة عمره ما استباح مكة وعمره ما اتكلم عنها وحش، بالعكس ده لما دخلها فاتحا في فتح مكة قال احد الصحابة: اليوم يوم الملحمة، يعني سننتقم من هؤلاء الناس الذين اذونا في الماضي. لكن سيدنا النبي قال: لا، اليوم يوم الايه؟ يوم المرحمة، دي بلده، دي وطنه. عمر ما استباح صلى الله عليه وسلم. ولما اجتمع أهلها عنده قال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. لذلك بنأكد إن الانتماء للوطن وحب الوطن ده جزء أصيل من الدين لا ينفصل عنه. فأي حد يحاول يفصل بين الدين والدولة ويحاول يوهمك إنك أنت مش هتكون متدين حق التدين إلا إذا انسلخت عن وطنك وعن بلدك وإلا إذا طعنت في بلدك، يبقى ده إنسان خبيث، إنسان جاهل لا يعرف دين الله سبحانه وتعالى ولا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بدأوا يدخلنا من مدخل تاني في ظل هذه الأزمات اللي احنا بنعيش فيها، الأزمة الاقتصادية اللي احنا كلنا بنمر بيها، ودي أزمة مش خاصة بينا احنا بس، ده خاصة بكل الدول. كل الدول الآن تشتكي من غلاء الأسعار، تشتكي من ارتفاع الأسعار، مش احنا بس. فيجي بعض الكارهين والحاقدين لهذا البلد الكريم يحاولوا ان هم يدخلوا من المدخل ده عشان يسقطوا هيبة الدولة وحرمة الدولة وحرمة الوطن من نفوس الناس، فيبدأ يلعب لك على الوتر ده، مع ان ده أمر عام. المفترض يا جماعة في الأزمات ايه الفرق بين الإيجابي والسلبي؟ السلبي يقف عند المشكلة، أما الإيجابي يبحث عن حل للمشكلة. لما تكون في مشكلة في الدولة أو حتى في المجتمع أو حتى في البيت، السلبي اللي هو يقعد زي ما نقول كده يقعد يعدد، يقعد يبكي، يقعد يختلق أعذار، لأنه هو ببساطة ما عندوش حل.
أو هو خبيث النفس عنده حل ومش عايز يديه الحد. لكن الشخص الإيجابي الذي يعرف الله ورسوله حق المعرفة يبحث لك عن حلول. فإحنا دلوقتي في أزمة، المفترض أنت في أزمة كل واحد يساعد فيها بقدر إمكانياته وبقدر طاقته وبقدر اختصاصه في حل هذه الأزمة. لو أنت سياسي وعندك حلول سياسية ساعد في حل الأزمات اللي موجودة في البلد دلوقتي، لو أنت اقتصادي ساعد في حل الأزمات الموجودة، لو في أزمة موجودة في أزمة سياسية وتقدر تساعد ساعد، ما تقدرش بقى ما تتكلمش، لأن أنت بكلامك ممكن تهدم دولة، ممكن تفصل الناس عن دولتهم. في أزمة اقتصادية تقدر تساعد ساعد، ما تقدرش تساعد خليك ساجد أحسن. سيدنا النبي بيقول من صمت نجا، يعني الإنسان الذي يصمت والذي يقل من الكلام هذا هو الإنسان الناجي. لكن الإنسان اللي يقعد يتكلم عمال على بطال ويشحذ في الناس ويبث الفتن، هذا إنسان خبيث لابد أن نحتاط منه. أنت عالم أو أنت شيخ عندك حل في هذه الأزمة قوله، ما عندكش ما ينفعش أنك أنت تصدر أزمة للناس. طب إحنا كوظيفتنا وظيفة المشايخ والعلماء، يعني ربنا يبارك فيكم يحفظكم، في هذه الأزمة اللي إحنا بنمر بيها وظيفة المشايخ إيه؟ إن هم يأخذوا بيد الناس إلى الله سبحانه وتعالى، ويأخذوا بيد الناس إلى ربطهم بأوطانهم وبلادهم. إنك أنت تذكر الناس بربنا في هذه الأوقات الصعبة، لأن خد بالك قصة ارتفاع الأسعار وارتفاع الدولار وكل هذه الأزمة التي تمر بها الدولة وكل الدول لها أسباب. من هذه الأسباب كما يقول علماء الشرع البعد عن دين الله سبحانه وتعالى. أنت لازم تربط الناس بدين ربنا، لأن الناس لو ارتبطت بدين ربنا أقل ما فيها أن ترضى بما قسم الله سبحانه وتعالى لها، وأن تكف ألسنتها عن نشر الفتن ونشر القبائح في المجتمع. فإحنا عندنا القرآن الكريم وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عرفونا ووجهونا لما تحصل أزمة اقتصادية في الدولة أو في الوطن أو حتى في مجتمعك اللي أنت عايش فيه تحلها إزاي. كثير من الآيات وكثير من الأحاديث النبوية وجهتنا هذا التوجيه. فأنت وظيفتك أنك أنت تكون باب خير لا باب شر، أنك أنت تساعد الناس في الخروج من هذه الأزمة، أنك أنت تطيب بخاطرهم، أنك أنت تأخذ بإيديهم حتى في بيتك مع أولادك مع زوجتك مع أهلك، ما تكونش باب مشقة عليهم، لازم تكون باب رحمة ليهم، أنك تذكرهم بالله، تذكرهم بسيدنا النبي، تذكرهم بالرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. طبعا بعد الأخذ بالأسباب، عشان بعض الناس يقول لك احنا كده مش هنشتغل ومش هنعمل في تنمية الاقتصاد بتاعنا ونقعد بقى نقول أذكار، لا، الله سبحانه وتعالى أقام هذه الحياة الدنيا على الأسباب. فأنت بتاخد بأسباب كسب الرزق، بتاخد بأسباب كسب المعيشة، بتاخد بأسباب الحفاظ على البلد والوطن، وفي نفس الوقت تاخد بالأسباب الدينية الموجودة عندنا في القرآن وفي السنة النبوية المطهرة. من هذه الأسباب يا جماعة الإكثار من الاستغفار، أنك تستغفر الله سبحانه وتعالى كثيرا في ظل هذه الأزمات الطاحنة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بإيه؟ بأموال. لو أنت عال بأموال وبنين ويجعل لكم جنات وأنهارا. لو أنت بتشتكي من ضيق الرزق وقلة المال وأزمة اقتصادية، أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، أكثر من الاستغفار بعد أخذك بالأسباب، أخذت بالأسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى أوكلك إليها، استغفر بقى. والاستغفار ده باب عبادة كبير. فربنا اللي بيقول لك لو استغفرت الله سبحانه وتعالى بصدق وإخلاص وحسن يقين وتوكل على الله سبحانه وتعالى، ربنا لك أنا هرزقك، مالكش دعوة أنت، هو الرزق ده على مين؟ علينا ولا على ربنا؟ ربنا أمرنا بالعبادة وتكفل لنا سبحانه وتعالى بالرزق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. عملك مش هيرزقك، اللي هيرزقك ربنا سبحانه وتعالى. طب انت بتشتغل ليه؟ بتشتغل عشان بتاخد بالأسباب، عشان العمل عبادة، عشان هتؤجر عليه. لكن مش معنى انك انت بتشتغل يبقى ترزق، بدليل ان في ناس بتشتغل كتير جدا ورزقها قليل، وناس بتشتغل قليل جدا ورزقها كبير، وناس ما بتشتغلش خالص ويرزقهم الله سبحانه وتعالى من حيث لا يعلمون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا وإيه؟ ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا أنا بشتغل لعمارة الكون،
لأن الله سبحانه وتعالى طلب مني العمل، ولأن العمل عبادة أثاب عليه، أما الرزق فبيد الله سبحانه وتعالى. فأنت خايف من إيه؟ خايف من الدولار يرفع ولا ينزل ليه؟ خايف من الأسعار ليه؟ هو رزقك على مين؟ رزقك على ربنا سبحانه وتعالى، بس أنت بتاخد بالأسباب. لذلك سيدنا النبي في الحديث الشريف يقول: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. عايز ربنا يرزقك من حيث لا تحتسب، أكثر من الاستغفار. من عوامل حل هذه الأزمة الآن أن ترضى بما قسمه الله سبحانه وتعالى لك. سيدنا النبي في الحديث يقول: إن الله يبتلي العبد فيما أعطاه. ربنا لما بيعطيك حاجة ده ابتلاء، يشوفك هتعمل إيه. إن الله يبتلي العبد فيما أعطاه، فإذا رضي بعطاء الله وبما قسمه الله سبحانه وتعالى له بورك له فيه ووسع الله سبحانه وتعالى عليه، وإن لم يرضى بما قسمه الله له لم يبارك له ولم يزد على ما كتب له. ربنا مش هيديك أكتر من اللي كتبه لك. فإحنا إذن مفتقدين حاجة كبيرة جدا يا جماعة اسمها البركة. البركة دي تأتي من الاتصال بالله سبحانه وتعالى. فعشان كده لازم في ظل هذه الأزمات اللي احنا بنعيشها أن نهرع وأن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع. الدعاء أنك أنت تسأل ربنا، التضرع أن تتذلل في المسألة، أن تبالغ في طلبك لله سبحانه، من الله سبحانه وتعالى. استقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع. سيدنا النبي بيقول لك لما ينزل عليك بلاء اهرع إلى الله وسارع إلى الله سبحانه وتعالى، وأكثر من الدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى، وكن على يقين إن ربنا سبحانه وتعالى هيرزقك. ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة ما بينساش حد. في الحديث القدسي يقول: خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن، أفيعييني رغيف عيش أسوقه إليك. هل ربنا هيعجز إن هو يجيب لك الأكل بتاعك؟ أفيعييني رغيف عيش أسوقه إليك، يا ابن آدم أنا لم أنس من الرزق من عصاني فكيف بمن أطاعني. يا ابن آدم أنا لم أطالبك بعمل غد فلا تطالبني برزق غد. ربنا قال لك صلي بكرة الظهر؟ لا، قال لك صلي الظهر بتاع النهاردة. فأنت خايف من بكرة ليه؟ خوفك من بكرة ومن المستقبل وارتفاع الأسعار وطعمك في الدولة وطعمك في البلد، ده دليل على إن إيمانك لسه قليل، محتاج تقوي إيمانك بالله سبحانه وتعالى. في الحديث القدسي يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. معية خاصة تكون في معية الله، في حفظ الله، في كنف الله، إذا أكثرت من ذكر الله سبحانه وتعالى. طب إذا أكثرت من الشكاية ومن الجزع ومن السخط، لن يكون لك إلا ما قدر الله سبحانه وتعالى لك، وسيحاسبك على عدم رضاك. في رواية أخرى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ربنا ترك الأمر ليك، قال لك أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فمن ظن بالله الخير جاءه من الخير ما لا يخطر له على بال في الدنيا والآخرة. خلي ظنك بربنا خير وحلو قوي في الدنيا والآخرة، ما تخافش، ربنا سبحانه وتعالى كريم. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء. طب لو ظن الإنسان بربه حاشانا السوء والعياذ بالله والشر، أتاه السوء والشر، أتاه السوء والشر. ناس بتشتكي غلاء الأسعار، ارتفاع الأسعار، ما فيش حاجة هتتغير إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وإلا إذا لجأ الناس إلى الله سبحانه وتعالى. الوطني الحقيقي عباد الله ليس بالكلام إنما بالأفعال. أحب وطنك لأن وطنك له حقوق عليك، وأكرمك الله سبحانه وتعالى بالقيام فيه وبالعيش فيه. الوطني الحقيقي أو الوطنية الحقيقية ليست بالشعارات ولا بالهتافات، إنما بالصبر والعمل والجد والاجتهاد في رفعة هذا الوطن. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ الله سبحانه وتعالى بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء وسائر بلاد العالمين. اللهم من أراد ببلادنا خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بها سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا أرحم الراحمين.
اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما. ونسألك يا ربنا ألا تدع فينا ولا منا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك فيه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. هكذا أيها الإخوة الأحباب، فقد استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، ونحن معكم في هذا اللقاء المبارك ضمن فعاليات هذا الأسبوع الدعوي الذي تقيمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف هنا في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرسل رسالة إلى واليه على مصر سيدنا عمرو بن العاص، فيقول له: يا عمرو، بلغني أنك تجلس بين أهل مصر متكئا، ألا فاعتذر. وهذا يدل على علم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيمة مصر. ودارس التاريخ كلهم يعرفون أن ولاية مصر كانت تعدل الخلافة الإسلامية. هذا كله كرم لمصر وفضل لمصر، فحافظوا على وطنكم يا أبناء مصر. أظنكم جميعا تتشوقون لهذه الكلمة مع عالمنا الجليل فضيلة الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، نستمع إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا في مستهل رحمته وعلى بساط طاعته. اللهم اغفر لنا وعافنا واعف عنا، اللهم احفظ أوطاننا من كل مكروه وسوء، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم امين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدي كاشف الغمة وباعث الهمة ومنقذ الأمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النعمة المهداة، الرحمة المزداة، جاهد في سبيل ربي حتى أتاه اليقين، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء. فاللهم صل وسلم وبارك عليه في السابقين واللاحقين، في الأولين والآخرين، في كل وقت وحين، في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم آمين. إخوة الإيمان والإسلام، هذه بشائر الرحمة، وهذه مجالس الذكر، وهذه بركات الله علينا. ولذلك يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: لم يشكر الله من لم يشكر الناس. وعلى هذا نحن نشكر من تسبب ويسر ونظم وأعان على هذا المجلس المبارك، على من فتح بيوت الله تبارك وتعالى لأحباب الله وأحباب بيت الله وأحباب آل بيت رسول الله، على من بسط المساجد لبسط الأنس والعلم والمعرفة والذكر. فالشكر لله أولا، ولرئيس دولتنا بعده الذي برعايته تمت هذه اللقاءات مشكورا، ونسأل الله له التوفيق والسداد. قولوا أمين. اللهم أمين. اللهم وفقه لكل خير. اللهم كن له ولا تكن عليه. اللهم كن له ولا تكن عليه. اللهم أمده بمددك. اللهم أمده بمددك، وافقه لما فيه خير البلاد والعباد يا رب العالمين. وشكر الله لمعالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور مختار جمعة ومعاونوه من السادة العلماء، لا أختص منهم أحدا، فكلهم أهل للفضل والذكر، وبارك الله فيكم. ونأتي إلى هذه القضية اللطيفة، مقاصد هذا الدين. كلمة مقاصد يعني إيه؟ كلمة مقاصد يعني أهداف، يعني محدش يتكلم فيها، يعني محدش يراجع وراها، يعني ما حدش يقدر يقول لك فين الدليل ولا مش الدليل. ده أمور مسلمات، إن الدين والأديان عموما، إنما الدين جاء لحماية الدين، والعقل الشرع جاء لحماية الدين
والعقل والنفس والعرض والمال. قالوا قديما هذا في الفقه، إنما أضيف إليها من الأمور ما لم يكن معروفا بالمعنى الذي نراه اليوم، وهو الوطن. الوطن أصبح بفضل وجوده المقاصد ستة. كان المقاصد تسأل فيها المشايخ، المقاصد كام يا عم الشيخ؟ يقول لك المقاصد خمس: حفظ المال والعقل والعرض والنفس والدين. نقول له لا، في حاجة سادسة، مقصد سادس لابد أن تضيفه إلى هذه الخمسة، ما بقتش خمسة بقى. وده اللي بنقوله للناس، اوعى تحجر مخك وتظن ان المسألة وقفت عند هذا الحد. يعني هضرب لك مثال عشان تفهمني، خد بالك. النبي عليه الصلاة والسلام قال لك بني الإسلام على، سمعوني، بني الإسلام على الخمسة معروفين: الشهادتين والصلاة والصوم والزكاة والحج. في كلام فيهم؟ طب الله، هو النبي يقصد ان الخمسة دول وما فيش حاجة تانية تنضاف؟ الله، يعني بني الإسلام على الخمسة دول: الشهادتين والصلاة والصوم والزكاة والحج، مفيش بر الوالدين. افرض واحد بيعمل الخمسة، بيصلي ويصوم ويزكي ويحج، إنما بيعامل والديه بجفاء. افرض واحد بيعمل الخمسة مثلا وما عندوش أمانة، هي الأمانة مش من أركان الإسلام؟ هو بر الوالدين مش من أركان الإسلام؟ هي النظافة مش من أركان الإسلام؟ يعني افرض واحد بيعمل الخمسة بس ما بيستحماش، مش نظيف، ما بيحرص على الغسل الدائم. افرض واحد ما عندوش امانة، نقول له استكفي بالخمسة دول، كفيلين انك انت تقيم بهم الاسلام؟ لا، هذا اسلام معوج او معوج او معوج، لا قيمة له اذا لم تكتمل خصال الاسلام التي قال عنها النبي نفسه صلى الله عليه وسلم: الايمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق. يعني 73 دور مثلا. وقال: والحياء شعبة من الإيمان. يبقى معنى ذلك إن أنت ما تقولش خمسة وخلاص، لا لا، ورب الكعبة اوعى. يعني يقول لك آية المنافق إيه؟ 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلع، وإذا أؤتمن قال. وفي رواية أخرى، في رواية أخرى في أمرين اثنين كمان: وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر. يبقى عندنا كم يا عم الحاج؟ 5. تمام. هو هم دول الخمسة بس؟ لا، من علامات النفاق ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم جحودا وإنكارا. من علامات النفاق عداء آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. من علامات النفاق الألفاظ الجارحة. من علامات النفاق إثارة الفتن في المجتمع. من علامات النفاق أكل أموال اليتامى. من علامات النفاق، كل هذه من علامات النفاق. فما تظنش أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر بها للإكمال، إنما اقتصر عليها للتمثيل، لإعطاء المثل. لذلك إذا قلنا أن مقاصد الإسلام 5، من فضلكم أضيفوا لها حفظ الوطن. حفظ الوطن من أوجب واجبات الإسلام التي أوجبها على كل مسلم ومسلمة. لماذا؟ وأين هذا نجده؟ هذا موجود في القرآن الكريم. لو ما كانش الوطن له ضرورة، ما كانش الطرد من الوطن عقوبة. ما توحد الله. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، عد عندك، أو يصلبوا، أدي 2، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أدي 3، أو ينفوا من الإيه؟ يعني ينفوا من الأرض، يخرج برا الإيه؟ الوطن، يخرج. تخيل، تخيل حضرتك جعل الطرد من الوطن عقوبة. يبقى اذا البقاء في الوطن ايه؟ نعمة، عطية، منحة. عشان كده المولى سبحانه وتعالى بيقول في كتابه العزيز: انا هديك هذه النعمة لو اتمسكت بدين الله. وعد الله. مين اللي وعد؟ ما سمعتش. مين اللي وعد؟ وحد الله. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات
ليستخلفنهم، عد بقى، عن ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله. اثنين، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. ثلاثة، وليبدلنهم من بعد خوفهم. شفتوا بقى الأمن وظيفته ايه؟ انك تكون آمن في وطنك، معافى في سربك، عندك قوت يومك، متوكلا على ربك، مقيما لشعائرك، راضيا بما قسمه الله لك، مستغفرا لسيدك، محبا لنبيك صلى الله عليه وسلم. هذا هو التمكين، هذا هو التمكين الحقيقي. ولذلك الوطن هو مجموعة أمور، هذه الأمور والمقومات يجب الحفاظ عليها حتى وإن اختلفت معها، حتى وإن إيه؟ حتى وإن اختلفت معها، بدليل إن ربنا أمرك إنك تحمي الكنيسة. إيه؟ أحمي الكنيسة. أيوة الله، أيوة الله يا مولانا. وتموت وإنت بتدافع عنها. إيه؟ أموت وأنا بدافع عن كنيسة يا مولانا؟ ما تقولك أيوة الله بنص القرآن وتحمي الأديرة اللي موجودة في وطنك يا مولانا. بالراحة شوية يا ابني، هجيبها لك من القرآن، وانا هقولها لك من بيت ابويا من القرآن الكريم. اسمع وصلي على الحبيب كمان مرة، صلي على الحبيب. ربنا بيقول في كتابه العزيز: الذين إن مكن ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، يعني لولا وجود رجالة زيكم، رجالة يحموا الوطن ويحموا بيوت العبادة اللي موجودة جوه الوطن، لكان الوطن يخرب. ازاي رب القرآن قالها؟ قال ولولا دفع، عارف الدفع يعني الزق الابعاد، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. كم مبنى عندك هنا؟ أربعة. نقول تاني: صوامع وبيع وصلوات ومساجد. الصلوات لهدمت، صوامع، الصوامع جمع صومعة، وهو الدير. لولاكم لكان الأعداء حطموا الأديرة وكسروها. صوامع وبيع، بيع جمع بيعة، البيعة اللي هي الكنيسة. لولاكم لكان المتطرفين وأعداء الدين وأعداء الوطن اعتدوا على الكنائس، لهدمت صوامع وبيع وصلوات اللي هي معابد اليهود ومساجد. مالهم الأربعة دول يا رب؟ الأربعة يذكر فيها اسم الله كثيرا. شوف القرآن وإنصافه، شوف القرآن وجمال القرآن وحلاوة القرآن، يذكر فيها اسم الله كثيرا. طب يا رب ندافع عنها؟ طبعا، طالما في وطنك. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكنهم في الأرض، أهو التمكين اللي بحكي لك عنه بقى، أقاموا الصلاة أدي واحد، وآتوا الزكاة أدي اثنين، وأمروا بالمعروف أدي ثلاثة، ونهوا عن المنكر أدي أربعة، ولله عاقبة الأمور. وحد الله لا إله إلا الله. يبقى إذن الوطن هو الذي يحميه أبناؤه، لأنهم يقدرون هذه النعمة. علشان كده ربنا بيتعجب، هو معقول واحد يسيب حماية وطنه والدفاع عن وطنه ويحارب وطنه؟ معقول الكلام ده؟ بيقول ربنا، بيقول ما كان، ده كلام غير منطقي. ما كان لأهل المدينة ومن حوله من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. انتوا هتسيبوا الرسول يحارب لوحده ووطنكم مهدد ووطنكم في خطر؟ والله ما يكون أبدا. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا تصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. يبقى إذن الدفاع عن الوطن من ثوابت الدين، من ثوابت العقيدة، من الثوابت التي لا يمكن أبدا أن يسمح القرآن بالتفريط فيها. وبعدين أنا بكلمك عن وطن، ده الوطن ده زهرة الأوطان، ده درة الأوطان، ده فاكهة الأوطان، ده جنة الرحمن، دي علامة الرضا من الواحد الديان. أنا بكلمك عن مصر. عارف يعني إيه مصر؟ مصر التي فيها الأرض الوحيدة التي نظرت إلى أنوار تجليات سبحات نور وجه الله. والله العظيم هذا الكلام في القرآن الكريم.
قال لن تراني. هذه الأرض الوحيدة، مصر الأرض الوحيدة التي نظرت إلى تجليات سبحات نور وجه الله. والدليل على ذلك عندما طلب موسى وقال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فإن جبلي جبل الطور. فين جبل الطور ده؟ ده في سيناء. فين سيناء يا سيدي؟ في مصر. اسمع للقرآن وحلاوة القرآن واعرف انت عايش فين. انت عايش في البلد اللي شافت نور وجه الله، مصر. لذلك القرآن الكريم بيقولها صراحة كده: فلما تجلى ربه للجبل. اذا الله تجلى على هذه البلد ولا لا؟ لن تضيع مصر التي البلد الوحيدة على مستوى الكون بأكمله التي سمعت كلام الله، التي سمعت كلام الله. فين الكلام ده؟ المولى لما كلم موسى، كلم موسى فين؟ هو كلم موسى على جبل الطور، وجبل الطور كان فين؟ في سيناء. وسيناء فين؟ في مصر. وربنا بيقول وكلم الله موسى، ما سمعتش وكلم الله موسى. اذا هذا التكليم كان فين؟ في مصر. نور وجه الله كان في مصر، التكليم كان في مصر. انا عاوز اقول لك البلد الوحيدة التي اقسم الله بها قبل ان يقسم بالكعبة هي مصر. طبعا هتستغرب، لسه مولانا كان قال السورة واطربنا واشجانا وغزانا وبيقرأ علينا والتين والزيتون. طور ده في ايه؟ جبل الطور، سينين اللي هي سيناء. شوف الترتيب، شوف الترتيب: والطور والتين والزيتون وطور سينين، جبل الطور في سيناء، وهذا اللي هو ايه؟ مكة. اذا اقسم الله بجبل الطور وبسيناء قبل ان يقسم بمكة بنفس الآية القرآنية: والتين والزيتون وطور سينين. اقسم بهذا الجبل المبارك قبل ان يقسم بالبيت المعمور والطور وكتاب مفطور في رق منشور والبيت المعمور، كل والبيت المعمور والسقف المرفوع. الكلام ده كان فين؟ جبل الطور الذي نتمتع بانتسابنا لتراب هذا البلد الذي عليه ذلك الجبل. خد بالك، ارقى مؤمنين سمعت عنهم في حياتك الذين يريدون ان يزايدوا على ايمانكم، الاشكال العجيبة، الاشكال الضالة الذين يشككون في ايمان المصريين وفي تسليم المصريين وفي محبة المصريين، نقول لهم اين انتم؟ من كتاب الله عز وجل. اعظم الناس ايمانا، اعظم الناس ايمانا بعد الانبياء. احنا عارفين الانبياء 25 نبي: ادم وادريس ونوح وهود وصالح وذو الكفل والياس والياس زكريا وسليمان وداود وابراهيم ويعقوب ويوسف عليهم صلوات الله وسلامه. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، ما فيش كلام. طب مين اللي بعديهم؟ مين اعلى الناس ايمانا في القران كله؟ في القران بعد مين؟ بعد الانبياء. ركز معاي، بعد الانبياء اهل مصر. هتقول لي انت مش شايف الكلام ده فيه مبالغه؟ والله بيني وبينك القران، انا هجيب لك حاجه من عندي، نشوف القران بيقول مين اعظم اصناف مؤمنين ذكرت في القران. كانوا ثلاثه، اللي هو يقول لك اصل دول فراعنه، الفراعنه فيهم وفيهم. هم الفراعنه فرعون بس؟ الفراعنه كان فيهم مؤمنين اتقياء لله واولياء صالحين كمان. فين الكلام ده في الكلام؟ انت ناسي سيدة نساء العالمين بعد ستنا مريم، اسيا امرأة فرعون. دي مش الاربعة دول من سيد اشهر اربع سيدات نساء العالمين؟ ستنا اسيا امرأة فرعون مش كانت من الفراعين؟ مش كانت من الفراعنة حضرتك؟ انما امنت بالله تبارك وتعالى وحسن ايمانها بالله. وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون. ما هي كانت من مصر يا مولانا، ولا كانت من الهند، ولا من بلد تانية؟ ما هي كانت من مصر. يا من تشككون في ايماننا وديننا، اسيا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. بيقول لك عليها المرأة الوحيدة التي اختارت الجار قبل الدار.
قالت ابن لي عندك بيتا، ما قالتش بيتا عندك. ما توحد الله تقول لا إله إلا الله. شوف الشغل العجيب، شوف القرآن. طيب غيرها مين؟ المؤمن بتاع آل فرعون اللي في سورة غافر، اللي ربنا أفرض لأقواله صفحة ونص في القرآن. مؤمن ده كان منين؟ مش كان مش مصري ده ولا ايه؟ منسيته انه كان من مصر. ويقولك وقال رجل مؤمن من آل فرعون. رب مين اللي شهد له بالإيمان؟ اللي شهد له بالإيمان هو ربنا، مش كده ولا ايه؟ طيب اكتر ناس اتحملت عذاب في سبيل دعوتها كانت مين؟ الصحراء. مش دول كانوا من مصر برضو اللي كانوا لسه جايين يحاربوا موسى، وفجأة فألقي الصحراء ساجدين قالوا امنا برب العالمين رب موسى وهارون. هذا يدلك على ان هذا البلد نباته طيب وجبله طيب وناسه طيبين وترابه طيب والبعد عنه عذاب والقرب منه نجاة، والتربية عليه فضيلة وكرم وعطاء ومن وإحسان من الله تبارك وتعالى. إنما المهم إنك أنت تعمل إيه؟ تسمع الكلام اللي القرآن بيقوله في إنقاذ الأمم. الأمم لا يتم إنقاذها بالشعارات، إنما الأمم يتم إنقاذها بالعمل والصبر والكفاح. تم إنقاذ مصر من المجاعة بترشيد الاستهلاك. لا يا مولانا، جبت الكلام ده منين؟ من القرآن. اقرأ سورة يوسف. يوسف يوسف يوسف، صلي على يوسف عليه الصلاة والسلام. سيدنا يوسف عليه السلام بيقول لهم ايه الحل الوحيد علشان تخرجوا من الأزمة اللي جاي؟ تزرعون 7 سنين ايه؟ فما حصدتم فذروه في سنبله الا ايه؟ الا قليلا مما تأكلون. يبقى تاكلوا قليل ولا تاكلوا كتير؟ ما توحد الله مار. القرآن قايلها لك ايه؟ هو لغز. قال لك قلل الاكل علشان في الايام الصعبة تقدر تخطيها. الايام الصعبة دي لها سقف؟ لها امد؟ لها نهاية؟ علشان كده قال ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه بعدها بايتين ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. يبقى 7 و7 وسنة. شوف ازاي. يعني معنى ذلك ان حضرتك هتشوف شوية تقليل في ترشيد الاستهلاك. القرآن قايل لك الحل في سورة الكهف. ترشيد الاستهلاك بس يا مولانا؟ لا، ونساعد الراجل اللي انت عاوزه يخلصك من المشكلة. ما تقعدش تتفرج. هي كانت مشكلة بنو اسرائيل ايه؟ عاوزك تنشط الذاكرة وتفتكر انهم حطوا رجل على رجل وقالوا لموسى اذهب انت وربك فاعملوا ايه؟ انها هنا ايه؟ لو اتعملت يبقى احنا طبقنا زي بنو اسرائيل، يبقى ودينا نفسنا بداهية. انما المفروض ان احنا نعمل ايه؟ اللي قالوا ذو القرنين لما قالوا له ان أجوج ومأجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا؟ تعمل تحل لنا المشكلة دي ايه؟ على ان تجعل بيننا وبينهم ايه؟ سد. قال لهم اسمعوا، ما مكنني فيه ربي فاعينوني. وحد الله. هو دي القصة. قرآن حل المسألة، ترشيد الاستهلاك فاعينوني. نقطتين اتنين لو عملناهم عدينا من الازمة باختصار شديد. هل الاتنين دول كفاية؟ رشدنا الاستهلاك واشتغلنا صح كفاية؟ لو عملت كده من غير ما تلجأ لله يبقى انت ضيعت نفسك. انما لابد من ان تلجأ لله وتعتمد عليه مع عملك وكفاحك ودأبك. سمعنا مولانا الدكتور هاني تمام، ده استاذ في جامعة الازهر، بيقول الكلمة زي الجواهرجي. بيقول لك انه لابد من الاخذ بالاسباب والتوكل على المسبب. انما تتوكل على المسبب من غير ما تأخذ بالاسباب، او تأخذ بالاسباب من غير ما تتوكل على المسبب، يبقى ضيعت نفسك. لازم تعمل الاثنين. تعمل الاثنين ازاي؟ لو انت خدت بالك انت بتقولها ومتدرب عليها في سورة الفاتحة. سورة ايه؟ اشتغلوا معايا. سورة ايه؟ الفاتحة دي فيها آية. الآية دي تخلت كل علماء الأمة يألفوا فيها كتب.
الآية دي في أربع كلمات، أربع كلمات كل علماء الأمة كتبوا فيها، لدرجة أن الإمام ابن قيم الجوزية عمل فيها ثلاث مجلدات، الإمام الهروي عمل فيها أربع مجلدات، ابن تيمية عمل فيها 16 مجلد. تخيل آية أنا وأنت بنقولها رايحين جايين زي الجن كده، إنما لا، شوف العلماء بيقروها إزاي يا عمنا. الآية بتقول إياك نعبد إياك نعبد، بيقول لك إن كل الناس دخلوا في الآية دي، كل الناس. عشان إيه كده؟ إحنا كلنا كده، أي واحد فيكم واحد من أربعة أنفار، واحد من أربعة أنفار، واحد بيعبد ربنا وبيستعين بيه، بيشتغل وبيأخذ بالأسباب. ربنا يجعلنا منهم، قولوا أمين. ما سمعتش واحد بيقول زينين، تمام؟ بيعبد ربنا وبيستعين بيه، عملت اللي عليه، وقفت تدعي ربنا. أصل قلنا الكلام ده ناس اتقمصت، قلنا لهم يا جماعة اربط الجنيه، اربط الجنيه بإيمانك بيه. زعلوا، قال لك الجنيه له غطاء ذهبي وغطاء دولار وغطاء الين وغطاء الفرنك وغطاء يا عم انا مالي من القصة دي. اربط ايمانك باللي في جيبك، خلي ايمانك ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يبارك فيه، بس ايمانك هو اللي ربنا يعمل لك منه الشبع، الشبع هو ده الكلام. انما قال لك انت بتدعو للكسل والتوكل، وتوكل ايه؟ انت لازم تعمل الاثنين، نعبد ونستعين. انما تعبد بس من غير استعانة واخذ بالاسباب ضيعت نفسك. ولذلك ذو القرنين لما راح للناس ما قال لهمش تعالوا نعمل حضرة ذكر ونسيب الشغل فاعينوني. هقول ايه تاني؟ القرآن صريح اللفظ والدلالة. وخد بالك بقى اللي انت هتنتصر بيه الخامات اللي موجودة عندك، ما تستوردش من بره، خد اللي عندك واشتغل بيه، خد اللي عندك ونميه، خد اللي عندك وشغله. عشان كده قال لهم ايه؟ اتوني زبر الحديد اللي بيته فاس، مقص، طبق، اي قطع حديد تجيبوها لي. استخدم ونشر الخانات الموجودة، استثمار المتاح مع ترشيد الاستهلاك، مع المعاونة والمساعدة، مع حسن التوكل على الله. هو ده اللي عمله ذو القرنين. لذلك لازم تاخدوا الوصفة القرآنية، هي دي الحل يا جماعة في الأزمة اللي احنا عايشينها. لازم تلجأ إلى الله. فأول صنف يعبد الله ويستعين به، وقلنا جعلنا الله منهم، قولوا أمين. الصنف الثاني عكسه، لا بيعبد ربنا ولا بيستعين به، ربنا يكفينا شره، قولوا أمين. فاضل اتنين تانيين، اسمع بقى الاثنين. واحد بيعمل ايه؟ بيعبد ربنا وبيستعين بغيره. واحد بيستعين ربنا وما بيعبدهوش. ازاي بيستعين بربنا وما عبدهوش وبيعبد ربنا وبيستعين بغيره؟ يعني ايه؟ يعني واحد بيصلي ويصوم ويزكي وكل شيء، يقول لك ايه؟ احنا رحنا بدهية، احنا هنغرق، احنا ضايعين، احنا خرب بيتنا. امال انت كنت جاي المسجد ليه؟ يخرب عقلك. امال انت جاي المسجد ليه؟ امال انت بتصلي ليه اصلا؟ امال انت مسلم يعني ايه؟ الفرق بينك ايه وبين الملحد؟ احنا لنا رب، واللي له رب ما يشقاش تحت السماء عبد. ربنا سبحانه وتعالى بيقول عبادي يبارزونني بالمعاصي وانا اكلاهم على فروشهم. يا ابني ده انا باكلك وانت نايم على سريرك. إني والإنس والجن لفي نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتقرب إلي بالنعم وأنا الغني عنهم، فيتبغضون إلي بالمعاصي وهم أحوج ما يكونون إلى رحمتي. يا عبادي من دنا مني تلقيته من قريب، ومن نا عني ناديته من بعيد، ومن طلب رضاي طلبت ما يريد، ومن شكر نعمائي أعطيته فوق المزيد، ومن تصرف بحولي وقوتي ألذت له الحديد. لازم يكون عندك يقين بالله سبحانه وتعالى. عندكش يقين يبقى أنت عبادتك كلها راحت عليك. عشان كده الصنف الثالث هو الذي يستعين يعبد الله ولا يستعين به، يعني لا قيمة لعبادته للأسف. نيجي بقى للصنف الرابع،
الصنف الرابع دوت ما عندوش دم. اي والله، لانه عمال يدعي ومش عاوز يسكت، عمال يدعي يقول يا رب فرجها علينا يا رب. طب قوم اتوضى وصلي. لا لا يا عم الشيخ، الاقتصاد بيقول انه يا عم قوم اتوضى وصلي. يا عم خلي بتوع الاقتصاد يشوفوا شغلهم، وبتوع السياسه يشوفوا اكل عيشهم، وبتوع الكوره يشوفوا العابهم، وبتوع الفن يعملوا شغلهم، وخليك انت في عبادتك والمساجد بتاعتك. مش يمكن دعوه منك تحل لنا المشكله؟ يوم مش هم في مساجدهم والله في قضاء حوائجهم. ما تخليك صح معانا كده يا، انما صنف غريب عاوز ربنا يساعده وهو ما بيطيعهوش. فتلاقي الحرامي طالع على المواسير وعملوا لك ايه؟ ربنا يستر، ربنا يستر، ربنا يستر. يا ابني انت حرامي، انت عاوز ربنا يستر ازاي من غير ما تتوب؟ تتوب الى الله. احنا محتاجين الى هذه التوبة. عموما خدوا بالكم خلاصة الكلام، ان المولى سبحانه وتعالى في كتابه العزيز لما يجعل لنا وطن ويشبى اليه من ثمرات كل شيء، وهذا الوطن يحقق لنا الامن، المولى قال لنا صراحة كده، عاوز هذه النعمة؟ اه فليعبدوا، فليعبدوا. شوف خد بالك كلمة فليعبدوا، ده مين اللي قال؟ المالك رب هذا البيت. اللي ايه واللي ايه؟ اللي اكلك، اللي اكلك واللي امنك، الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. عشان كده سيدنا ابراهيم قالها صراحة، قال الذين امنوا ولم شفت العقيدة ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. اللي عاوزين يشيلوا من قلوبنا العقيدة بنرد عليهم ونقول لهم ده ربنا قال، ومن اعرض عن ذكري، ومن اعرض عن ايه؟ فان له معيشة ونحشره يوم القيامة. يبقى المعيشة الضنكة لو تركنا العبادة وتركنا الذكر وتركنا اليقين. سيدنا علي رضي الله عنه معدي كده في قدام الناس، قالوا له يا علي احنا مختلفين عاوزين نحتكم اليك. قال لهم اول خير امره. قالوا له ما هو اشد جندي لله في الارض؟ قول لنا ايه اشد جندي؟ اقوى حاجة، اقوى حاجة بقى بص محدش يقدر عليها خالص في الكون كله، في الكون كله. سيدنا علي كأنه كتاب مفتوح كده عليه سلام الله، باب العلم ومدينة المعرفة. سيدنا العلي رضي الله عنه قال لهم لقد نظرت الى الوجود فوجدت اقوى ما في الوجود هو الحديد، فعلمت ان الحديد اقوى جندي لله في الارض. فلما نظرت الى الحديد وجدت النار تذيب الحديد، فقلت ولئن النار لهي اقوى جندي لله في الارض. فلما نظرت الى النار وجدت الماء يطفئ النار، فقلت ولئن الماء لهو اقوى جندي لله في الارض. فلما نظرت الى الماء وجدت السحاب يحمل الماء، فقلت ولئن السحاب لهو اقوى جندي لله في الارض. فلما نظرت الى السحاب وجدت الهواء يحمل السحاب، فقلت ولئن الهواء لهو اقوى جندي لله في الارض. فلما نظرت الى الهواء وجدت الجبل يمنع الهواء، فقلت ولئن الجبل لهو اقوى جندي لله في الارض. فلما نظرت الى الجبل وجدت الانسان يعتليه وينحته، فقلت ولئن انتوا مش قاعدين معانا احنا قاعدين فقلت لئن الانسان لهو اقوى جندي لله في الارض. فلما نظرت الى الانسان وجدت النوم يغلبه ويقعده، فقلت ولئن النوم لهو اقوى جندي لله في الارض. فلما نظرت الى النوم وجدت الهم يمنع النوم، اللهم احفظنا واياكم من الهم والغم، فوجدت الهم يمنع النوم. فان الهم هو الذي يمنع النوم، الذي يقعد المرء، الذي ينحت الجبل، الذي يصد الريح، التي تحمل السحاب، التي تحمل الماء، التي تطفئ النار، التي تذيب الحديد. فلما نظرت الى الهم وجدته في القلب، فلما نظرت الى القلب وجدت قوله تعالى الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. فاللهم عمر قلوبنا بذكرك، اللهم احفظ اوطاننا بذكرك، اللهم احفظ اوطاننا بعباداتك، اللهم احفظ اوطاننا بعباداتك. اللهم خذ بيدي ولي امرنا لما تحب وترضى، اللهم احفظ جيشنا، اللهم ايد جيشنا، اللهم احفظ جيشنا واحفظ بلادنا واحفظ رئيسنا واحفظ المواطنين عندنا، اللهم احفظ مساجدنا، اللهم احفظ اراضينا،
اللهم احفظ حدودنا، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم بحق هذا المجلس المبارك لا تدع لنا مريضا إلا شفيته، لا تدع لنا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا ظالما إلا دفعته، ولا مظلوما إلا أنصفته، ولا ولدا إلا هديته، ولا ولدا إلا كفيته، ولا ولدا إلا رقيته، ولا ولدا إلا من رفاق السوء أنجيته، ولا والدا إلا رحمته. ارحم والدينا، ارحم والدينا، ارحم والدينا، اغفر ذنوبهم، استر عيوبهم، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم لا تصرفنا من هذا المسجد المبارك إلا وأنت راض عنا، إلا وقد طهرت قلوبنا، إلا وقد غفرت ذنوبنا، إلا ونحن من عتقائك من النار. وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. شكر الله لك. وهكذا أيها الإخوة الأحباب، فقد استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، جزاه الله خير الجزاء. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما يقدمه علماء الأمة في ميزان حسناتهم جميعا يا رب العالمين. نختتم لقاءنا أيها الإخوة الأحباب بهذه الابتهالات والمدائح النبوية مع المبتهل الشيخ محمد حسن الصعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا كريم.
تسبح وتغني
الطيور إلى مولاي قد سلمت أمري ففي يدي مقاليد الأمور فيا عوني ويا سندي فيا سيدي يا رسول الله نقول جميعا ونختتم بها المسك فاع المسك فاع لما ذكرنا رسول الله والنور لاع النور لاع لما حضرنا أبا الزهراء المسك فاع الله الله والنور لاع النور لاع لما حضرنا أبا الزهراء أشكي لي من وجدي وحالي وأقول لي مين النبي غالي أشكي لي مين أنا وجدي وحالي وأقول لي مين النبي غالي إيه اللي غير أحوالي غير الغرام في رسول الله المسك فاع المسك فاع لما ذكرنا رسول الله والنور لاع النور لاع لما حضرنا أبا الزهراء النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه.